السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم بغي نتكلم معكم على واحد الصنف من الأشخاص أو ما أسميهم بالكائنات الحية اللي كيعتبروا أنفسهم أذكى الناس وأدهى الناس وأنجح الناس وأحسن الناس وأجمل الناس و و و و و و زيدوا من عندكم. هاد الناس أو هاد الأشخاص كيعتبروا بأن هاد الأوصاف اللي كيتمتعوا بها هي هبة من الله. فإذا وهبهم الله البلادة يعتبرون هذا كائن، وإذا وهبهم الله الصنطيحة يعتبرون هذا هاء، وإذا وهبهم الله القبح يعتبرونه حسنا، وإذا وهبهم الله الفشل يعتبرونه نجاحا، وإذا وهبهم الله البشاعة يعتبرونها جمالا، وإذا وهبهم الله المبالغة يعتبرونها بلاغة، وإذا وهبهم الله اللعثمة يعتبرونها فصاحة. وبحال قول دابا عاد زيدوا من عندكم. هاد الكائنات هي اللي كنسميوها حنايا في الثقافة المغربية وسيختو في العائلات المغربية بالعريفة. ما عرفتي واش مصطلح العريفة يوجد في جميع أنحاء المغرب، ولكن حنا عندنا في الشمال وخصوصا في طنجة عندنا هذا المصطلح العريفة، وهو هذاك الشخص اللي كيكون في العائلة، وتقريبا كل عائلة مغربية عندها العريفة ديالها أو العريف ديالها. هذاك هو هذاك الشخص اللي في ما كان شي مشكل، في ما كان شي موضوع، في ما كان شي مشاجرة، في ما كان شي سبان، في ما كان شي أي حاجة، وخصوصا شي حاجة سلبية كتجبرو في الواجهة، كتجبرو في الواجهة اش كيعمل؟ كينبح، سمحوا لي على المصطلح، الغوات الغوات. أنا ما وحنا وحنا ما نعرفش شنو وانتوما وما تا تا لا 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 لا. المهم العائلة كاملة كترجع اللور، هو كيتقدم القدام، هو البطل أو هي البطلة، هو الشجاع أو هي الشجاعة، وهي اللي غتسرد الاعتبار من العائلة، وهي اللي غتكلم مكان العائلة، وهي اللي عندها أسرار العائلة، وهي اللي كتحكم، وهي البطلة، وهي الباترونة، وهي وهي وهو وهو وهو, وهو. هذا هو النوع اللي كنسميوه حنايا العريفة أو العريف، وهو يوجد في جميع العائلات. طيب إلا بقت المسألة في حدود العائلات وفي حدود الحوامي وفي حدود المشاجرات بين الجيران وكذا، ماشي مشكل. الجيران انتما كتعرفوهم، اليوم مخاصمين غدا مصاحبين، واليوم نسب فيا وغدا نشرب معاك اتاي. المشكلة الكبيرة هو ملي كيكون عندنا هذا النوع من العريفة في مناصب عليا، ملي كيكونوا هذا النوع ديال الأشخاص عندهم مناصب عليا ومناصب فيها قرارات كتحكم في مصير المئات الآلاف الملايين من المغاربة. كان موضوع كيتعلق بالشغل سيتكلم هاد العريف أو لا العريفة، كان موضوع يتكلم عن العدالة سيتكلم، كان موضوع حول التعليم سيتكلم، كان موضوع حول الرياضة سيتكلم، كان موضوع حول كرة القدم سيتكلم، كان موضوع حول الأكل والشرب سيتكلم. وماشي كيجي باش يتكلم باش يفيدك، لا كيجي يتكلم باش يعيرك، باش يسبك،
باش يظهر لك بأنه أذكى منك وأقوى منك وأبهى منك وأدهى منك و و و و و و و وكيقولها واحد الصيغة ديال الاستفزاز اللي كتجعلك نسينا كتقول حكا كنت قدامك راه صرفقت باباها ولا صرفقت يماه. ولكن هذا هو حالنا، لكل عائلة عرفتها ولكل حكومة عرفه. واللبيب بالإشارة ها يفهم. سلام عليكم.